Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha bin yadil qabul wa tamman misuli qabuli hajatina li qabuli du'ala khususun fi hadal majlis barak wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam summa al-Fatiha wa sallam sahibul maulid berjanji siri al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي بلغ الوسيلة. ربي صل على محمد. يا ربي صل على محمد. يا ربي قصه بالفضيلة. يا ربي يا ربي صل علي. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل علي. يا ربي صل على محمد. يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل علي. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي بلغنا نذورا. يا ربي تغشانا بنوري. يا ربي في فضلك وامانا. يا ربي وانت
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه وثني بهمد موارد سائغة
تكن هنية ممتديا من الشكر الجميل وضايا. وأصلي وأسلم على النور المنصوب بالتقدم والأولية المنتجن في البرر الكريمة والجباه. وأستمني الله تعالى رضوانا يقص الإطرة الطائرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع وموالاه. وأستهدي هداية لسلوك السبل الواضية الجلية ويمضى من الغاية في خضد الخطاء وخطاء. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا نسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف كدا تهل المسامه بهلاه. وأستعين بهول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا هول ولا قوة إلا بالله. أثر اللهم قبره الشريف بألف تسليم وصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من أمره صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله. وكان قد استهزى بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم سرا سقيما يعالون سقمه وشكواه. ولما تم من أمره صلى الله عليه وسلم على الراجية تشهد أشهر قمرية وآن للزمان أن يجلي عنه صدى. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الأغيرة القدسية وأخذ المخادف ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلا له السنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.